جلت قدرة الله. لا يحول بين محمد والموت غيلة إلا خيوط واهنة من نسيج هذا العنكبوت. أبو بكر داخل الغار يرتعد فرقا على النبي ومصير الإسلام، والنبي يهمس لصاحبه في يقين: لا تحزن، إن الله معنا. بعد الغار رحلة أيام لاهبة يقطعها النبي وصاحبه ودليلهما الأعرابي فوق صحراء لم تطأها من قبل أقدام إنسان. في المدينة يترقب المسلمون مقدم رسول الله، وقلوبهم من الخوف والإشفاق تكاد تحترق. هل من شيء؟ لا، ليس بعد. قلبي عليه وعلى أبي بكر. ماذا صنع بهما هذا القيد؟ رسول الله في مدينته المنورة. مرحبا، مرحبا. مقامك عندي يا رسول الله. بيتي أشرف بيوت يثرب، وإنه لأجدرها بإيوائك إن رضيت. بل في داري يا رسول الله. يا أهل يثرب، يا معشر الأنصار، رسول الله لا يرضى أن يفضل أحدكم على الآخرين. اسمعوا يا قوم، اسمعوا، رسول الله يقول: خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة. مرحى مرحى، حيثما تبرك الناقة يكون مسجد رسول الله وبيته. على بركة الله، على بركة الله. Mm-hmm.
حل ذكي، اختيار الناقة لن يختلف عليه أحد. بسم الله نقيم بيت الرسول. في هذا المكان نبني أول مسجد يعبد فيه الله.